السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام ومشاهدي جريدة الحوار بريس. كنت واجد الآن من دوار أرض الله جماعتكم، وأنا لا نمشي سوا كنوريكم أضرار ناجمة عن الهزة الأرضية اللي عرفتها ليلة الجمعة. حنا دابا كنت واجد في الدوار، راه الناس تدمو ليهم المنازل ديالهم بالكامل كما كتشوفوا هنا، دايرين هاد الخيمة من أجل الإيواء الناس اللي ما عندهم فين يباتوا وما بقاش عندهم فين يسكنوا. كنطلبوا من جمعيات المجتمع المدني وفاعل للخير مراكش بالمناطق المجاورة بالمغرب بصفة عامة، يجيو عند الناس يقدموا لهم مساعدة. راه الناس منذ ليلة الجمعة هم بايتين على ارتداد على برا. راه نشكر السلطات، راه دارو نصبو خيمة هنايا، الخيمة الأولى هنايا، وكاينة الخيمة الثانية في نص الدوار، واحد جهة أخرى هي ساكنين فيها الناس اللي يرابو ليهم الديور ديالهم مبقاش عندهم فين يسكنوا. ما نعاود نذكركم الاخوه، الان كنت واجد بدوار عبد الله زعما مساحه ما لا تقلب شي شاوه. كنت واجد الى جانب هذه الاسر كما كتشوفوا المضاده الضريره عن الاضرار الناجمه عن الهزه الارضيه اللي عرفاتها المناطق ديال قلب شي شاوه ديال عمليات الحوز التارودات باقي في المغرب. كتشوفوا الناس راه منذ ليلة الجمعة هما كيباتوا كيباتوا هنايا برا خارج المنازل. كاين هاد الخيمة اللي نصبوها الإخوان ديال السلطات الله يجازيهم بخير، وكاينة الخيمة وحدة أخرى، وكاينين الخيمات اللي دايرينهم الناس راه نصبوا خيام كيف ما كتشوفوا هنايا. راه كاينين المنازل اللي سقطات بصفة عامة، وكاينة المنازل اللي باقا مهدة بالسقوط. راه المنازل كتيرة مازال متسوقوش، وهادشي راه كيشكل خطر على الناس. تشكرنا على تشكل خطر على السكان ديال دوك المنازل. كنتمنى الإخوان يقدموا لهاد الناس المساعدة في أقرب وقت، يجوا يوفروا لهم المواد الغذائية. راه محتاجين الناس المواد الغذائية هنا، الأغريشة، العديد الناس اللي كيحتاجوا. ايوا الشيء اللي كنطلبو تدخل في اقرب وقت، تدخل في اقرب وقت. الناس من كما كتشوفو الناس بالعائلة ديالهم بالولاد ديالهم بالاطفال الصغار، حتى الاطفال الصغار تاهما راه ما تاهما منجموش من هاد الفاجعة هادي. تما كيتعرضوا للبرد في الليل، تيتعرضوا للحرارة بالنهار. كنتمنى من الإخوان تدخل العاجل في أقرب وقت. مازال كنذكركم بالمنطقة دوار عملات أقليم الشاوة، الآن مازال ما توصلوا لا مساعدات لا حتى شي حاجة. الناس كما كتشوفوا راه الليلة الثانية اللي كياخدوها خارج البيوت ديالهم، الليلة الثانية اللي كياخدوها خارج البيوت ديالهم كما كتشوف. كنتمنى في الجهة المسؤولة تقدم الناس مساعدة في أقرب وقت. هما كتشوفوا
الناس رابطني، لا برابطني في منو منهم سما بيتني خلا. انت ما كاين، لا انا ما كاين، لا انارات ما كاين، لا ما كاين، لا ضو باش يدور الناس، ما كاين حتى حاجه. الناس راه كيباتوا في البرد، سمعهم قالوا لنا ما اتصلوا بحتى حاجه، مازال ما اتصلوا لا مساعدات، لا بناء، لا مساعدات غذائيه، لا اغطيه، لا حتى حاجه. راه الناس كيباتوا ايه في عارة. انتوما من الليلة ديال الجمعة، انتوما هنا من الليلة ديال ويا لحد الآن راه ما تنشوف انا ما كاين هنا لا مساعدات غذائية، لا ضوء، لا إنارة، لا مصابيح، لا حتى حاجة. وي دابا راه دابا تك دابا تك ديور اللي مهدين بالسوق راه بنادم ما يمشي ليهم. ايوا كنتمناو من الجمعيات، من الناس المحسنين يجيو يقدموا لهاد الناس المساعدة في اقرب الوقت.